تونس بارك الله وقت عنا الرئاسات ثلاثة. وقت اللي احنا في قبل الثورة كانت عنا رئاسة واحدة كنا نحارب فيها، والآن ثلاثة رئاسة، منهم رئاسة رئاسة الجمهورية ما عندهاش صلاحيات لكن عندها ميزانية، والميزانية نتاعها ميزانية كبيرة وقاعدة تزيد كل عام. معناتها هذه ماهوش معقول. المجلس التأسيسي نحن وقعت المصادقة من طرف الشعب التونسي على المجلس التأسيسي هذا لمدة سنة. نحن توا كملنا السنة الثانية ودخلنا السنة الثالثة. واللي لاحظوه أن وقت اللي خريطة الطريق اللي توا قاعدين يناقشوا فيها في الحوار الوطني تنص أن المجلس التأسيسي باش يكمل معناتها العمل نتاعو في شهر مارس ولا أفريل 2014 وباش تلتئم انتخابات تشريعية ورئاسية في ماي 2014. قانون المالية نتاع سنة 2014 هذايا اللي باش يصادقوا عليه ينص على أنه المجلس التأسيسي عنده ميزانية على سنة كاملة. معناتها 2014 سنة كاملة، معناتها أنت قاعد تقول أنه المجلس التأسيسي هذايا مازال مواصل. وحتى وقع الترفيع فيها. وقع الترفيع فيها. هل هذا معقول؟ أنك أنت من شيرة تقول ما عادش عندي موارد وعندي صعوبات ولازمني معناتها نحاول نرقع ونغطي على العجز اللي عندي في الميزانيه اللي هو وصول لقرابه 7.4%، هذا العجز الرسمي اللي وقع الاعلان عليه يمكن يوصل 10%. معناتها في الميزانيه التكميليه سنه 2013 لتوا مع السلطات ما حكيت عليها بطريقه رسميه، ولذلك معناتها انا نتساءل هنا معناتها هالمواطن هذا قداش منه؟ قداش باش ينجم يتحمل وقت اللي هو انت في نفس الوقت جمدت له الاجور نتاعه وفي نفس الوقت باش تزيدوا اكثر من اللي هو معناتها زدت فيه في الاسعار. تضخم مالي اليوم راهو وفات 10%، تضخم مالي لا يحتمل ومتسببنا في ضعف القدره التنافسيه تاع الاقتصاد التونسي ونقصنا حتى في القيمه تاع الدينار التونسي، ما عادش عنده حتى قيمه الدينار التونسي بهذا التضخم المالي هذا اللي صار. الدينار التونسي فقد قيمته بصفه مهوله وصفه كبيره ياسر، ومعناتها كلها كلفه على الاقتصاد التونسي. اليوم الارقام اللي عندنا انه الدينار التونسي في شهر ديسمبر 2013 معناتها في نهايه السنه الحاليه باش يوصل الى 2.3 مقارنه باليورو، ودولار ماشيين ل 1.7 مقارنه بالدولار، اليوم 1.65 مع اليورو 2.25 ماشيين 2.5 2.3 و 1.7. وفي سنه 2014 مع التوقعات تعطينا من طرف الاخصائيين انه في الثلاثيه الاولى معناتها باش نوصلوا قرابه 2.5 مقارنه باليورو. إذا مدينة في الحالة هذه هذايا موضوع خطير، لأن الدينار فقد قيمته باش تكلف لنا غالي، باش تكلف لنا باش تكلف على المواطن العادي. ولذلك معناتها هنا نتسائلوا معناتها المواطن هذايا في سنة 2014 باش يولي يعطي له بليد الشهرية نتاعو ويعاودوا ياخذوها له بليد أخرى، ياخذوها له معناتها أداءات وإتاوات. 500 دينار هما يعتبروا فيها طبقة متوسطة هي طبقة فقيرة في الوقت الحالي، في ظل معناتها الأسعار وغلاء المعيشة، وفي ظل معناتها الوضعية ونقص القدرة الشرائية، و500 دينار ما زالت تكفي، هي ما عادش غير كافية، ولذلك معناتها التكلفة، أول حاجة ما حدوناش شكون باش يقع رفع عليه، رفع الدعم عليه، هذه الحاجة الأولى. ثاني حاجة ما حدوناش الكميات، ما عطوناش معناتها الأرقام، ما خلوناش هاو قداش باش نقصوه، خاطر أنت باش تقول لي قداش باش تكلف على المواطن وعلى العائلة، لازمني نعرف أنا قداش باش نقصوا، قداش الباكيت باش تتكلف، الخبزة قداش باش تتكلف على المواطن هذا، الليتر بنزين قداش باش تتكلف، هذا كله أرقام زاد ما عندناش، طب باش نشوفوا بدراسات معناتها تكون محينة وتكون دقيقة، لكن حتما باش تضر المواطن العملية هذه. أداءات جديدة معناتها انه مش العقارات، انه اللي عنده دار ثانيه معناتها نقول لك منزل ثانوي ولا منزل ثاني هذاك باش يدفع عليه الجبايه. مثلا تصور هو عائله عمل كما يقولوا معناتها منزل ووصل لعمره 60 سنه، معناتها الحاجه اللي عملها في حياته هو شهاره ماهوش انسان ثري، الحاجه اللي عملها في حياته انه كون منزل ثاني، معناتها منزل صغير ثاني بجانب بقعة منطقة سياحية على البحر ولا هذايا ماهوش إنسان ثاني ناس نجم يكون متوسط الدخل وصل ولا عنده ورثة جاته في أرض بنى فيها دار ثانية. هذايا الدار الثانية هذه اللي عنده باش يخلص عليها أداء. وهذايا غير معقول، علاش غير معقول؟ لأنه هما قالوا باش يطبقوها خاطر معناتها الهدف هو الطبقة الثرية اللي عندها 4 أو 5 ديار باش تخلص أداءات باش نجموا نولوا بهم حاجة للطبقة الفقيرة ونولوا بهم صندوق الدعم. لكن شكون باش يضر زاد مع الطبقه الثانيه؟ باش يضر الطبقه المتوسطه اللي هي عندها دار ثانيه، ما دار ثانيه ماهوش معناتها غير الطبقه الثانيه.
نجم هي تقعد ديما في الطبقه المتوسطه وعامل تاثير مش تولي تدفع عليها اداءات. وهذا مش يدخل معناتها في اليات تمويل الميزانيه نتاع الدوله. وهنا معناتها شنو زاد باش تكون انعكاساته على مستوى معناتها شركات المقاولات نتاع البني، مش مقاولات معناتها كل ما هو ما يعبر عنه بالخمسون ايموبيليير معناتها اللي يبنيو الديار ويكريوهم ولا بيعوهم، معناتها فما انعكاسات سلبيه، فما حتى انعكاس باش يكون سلبي على الكراء معلوم الكراء بالنسبه للناس اللي يكريو، خاطر الناس اللي عندهم دار ثانيه وكريها معناتها كي عندهم اداء جديد هذا باش يخلي انه الكراء معناتها يولي يزيد فيه ومن بعد. اذا لك الطبقه الشعبيه اللي تلقاه عنده 500 دينار 600 دينار شهريا واللي انت زدته في ايتاوات واداءات اخرين باش تكمل هو الكري باش يزيد يغلى عليه من بعد باداء كما هذا. هنا معناتها ما عادش فرحه. والحكومه الحاليه اللي تنقصها الكفاءات وتنقصها الرؤيه الواضحه وقت اللي لقات روحها في صعوبات اللي هي ما حضرتلهمش في السابق، ولا تاخذ في قرارات عاجله وقرارات مؤلمه وقرارات توقيعيه معناتها من اجل تخطيط هالوضع هذا الصعب ومن اجل معناتها الحد من تفاقم العجز. لكن الاشكال القائم هنا انه القرارات العاجله هذه من شانها باش تمس المواطن، لانه الحكومه قررت باش انه الفشل وعدم النجاح نتاعها يخلصهم المواطن، وانه الفاتوره باش يخلصها المواطن. وهذاك علاش الادوات والاداءات وقت اللي الحكومه بيدها لازم تعمل تضرب المثال في التقشف، وهي بيدها تتحمل هالصعوبات هذيا وتحاول فهمتني معناتها تتصرف الوضعيه باكثر حنكه واكثر حكمه واكثر ترشيد. هذا مش قاعد صاير، والمواطن هو اللي باش يخلص فاتوره الاخفاق والفشل.